للمزيد من المتابعة انضم إلينا من بغداد الدكتور عمار البهدلي أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية دكتور عمار، زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد غياب طويل، طبعا هذه الزيارة يمكن التعويل عليها في إطارات مختلفة أو في ملفات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالملف الأمني وأيضا الملف الاقتصادي والتجاري، فكيف تأتي هذه الزيارة في إطارها الصحيح في محاولة وجود تعاون مشترك مع بين البلدين في هذه الملفات؟ نعم، بداية تحية لك ولمشاهديك الكرام. هذه الزيارة تأتي بعد ربما آخر زيارة كانت للسيد أردوغان للعراق قبيل 13 سنة. هذه الزيارة حقيقة شهدت بناء علاقات شاملة جديدة مع العراق أو بين العراق وتركيا، على أساس اليوم مصالح مشتركة ومكاسب، سواء كانت هذه المكاسب وطنية أو إقليمية. هناك اليوم الكثير من مذكرات التفاهم وهناك الاتفاقيات والخطط التي تضمنتها هذه الزيارة، وبين الوفد المرافق للسيد أردوغان وكذلك للسيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني. أبرز الملفات التي يعني تم التركيز عليها في هذه الزيارة هي الملفات الضاغطة على الجانب العراقي، هو الملف الأمني بالدرجة الأولى وملف المياه، وهنالك أيضا طريق التنمية وهو طريق اقتصادي استراتيجي واعد يربط الشرق بالغرب. هنالك مذكرات تفاهم رباعية عقدت ما بين العراق وتركيا وكذلك الإمارات وقطر في دعوة للاستجابة لتحقيق هذا الطريق الاستراتيجي الاقتصادي الواعد للمرحلة المقبلة. تركيا ربما بدأت تغير من المدرك السياسي الخارجي تجاه العراق بأنه العراق هو دولة جارة، يجب أن يكون هنالك علاقات شراكة ثنائية مبنية على أساس التفاهمات، خصوصا فيما يتعلق في موضوع الأمن ودحر الإرهاب، وهنالك أيضا الجماعات الانفصالية في شمال العراق، وهو هذا الموضوع يشكل أزمة وربما هو يصدع الجانب التركي باعتبار أن هناك حزب البككة وهي جماعات كردية انفصالية تحاول الدفع بإثارة البلبلة بالداخل التركي. لذلك كان السيد أردوغان يركز أيضا على هذا الملف. أعتقد كانت هناك تفاهمات من أجل توقيع مذكرات شاملة. هذه المذكرات هي تابعة لأجندة اقتصادية وتجارية وأمنية وأيضا حتى على مستويات الصحة والتعليم والتجارة والاقتصاد والتسليح، وهذه المذكرات وأيضا طبعا الموارد المائية وما يتعلق بقصص العراق المائية، باعتبار أن هناك اليوم أزمة وعدم تفاهم ما بين الجانب التركي والجانب العراقي. تركيا هي تتجرع بأنه دجلة والفرات هي أنهر وطنية، لكن وفقا يعني المعايير الدولية والقانون الدولي، بما أنه هذه الأنهر هي متشاطئة مع سوريا والعراق، بالتالي هي في الحسابات الدولية هي أنهر دولية. والعراق اليوم أيضا ربما إن تقدم إلى محكمة العدل الدولية أو المحاكم العالمية الأخرى سيكسب هذه القضية، لأنه اليوم هناك فترة جح مائي لدى العراق، والعراق حقيقة يستثمر الملف الاقتصادي، خصوصا أن هناك حجم تبادل تجاري ما بين العراق وتركيا يقدر ب 20 مليار دولار. بالتالي يريد العراق على مستوى السياسة الخارجية أن يفعل الأدوات الاقتصادية الضاغطة على الجانب التركي من أجل تحقيق انفراجه على مستوى طيب دكتور المياه. دكتور عمار، على مستوى آخر أيضا، توطين الصناعات وخاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعات العسكرية يعني ملف أو موضوع قديم جديد، تحاول السلطات العراقية أو الحكومة العراقية أن تقوم بتوطين هذه الصناعات وخاصة فيما يتعلق بالصناعات العسكرية. الحديث حول تأسيس مؤسسات صناعية عراقية تركية مشتركة برأس مال مشترك، هل يمكن أن يأتي في إطار هذا السياق؟ بمعنى أن الاستثمار في هذه الصناعات قد يكون يعني له دور في المستقبل بين البلدين؟ نعم، واحدة من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين العراق وتركيا كانت هي في مجال التعاون وتبادل الخبرات والتسليح وبناء المؤسسات. بالتالي اليوم العراق ربما هنالك نقص في الترسانة التسليحية، على مستوى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية يحاول أن يستثمر الجانب التركي بما له من خبرات متقدمة في هذا المجال، باعتبار أنه أحد دول الناتو وقطع أشواط في مجال التسليح والخبرات العسكرية.
هو يستثمر هذه الفرصة باعتبار أنه العراق أيضا مر أو تجاوز كبوة اضطرابات داعش الإرهابية، ويحاول أن يعزز ويعيد بناء المؤسسة العسكرية والأمنية في الداخل العراقي اعتمادا على الخبرات، سواء كانت هذه الخبرات الأمنية أو الدولية. اليوم العراقي يخصص أيضا موازنة أو حجم من الموازنة كبير جدا للإنفاق التسليحي والعسكري من أجل الحفاظ على السيادة العراقية والسيادة الوطنية وتحقيق أدوات رابعة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. لكن هذا لا يعني أن العراق له نوايا عدوانية تجاه الآخر، بقدر ما يحاول أن يحافظ على السيادة سواء كانت الجوية أو البرية أو حتى المائية. بالنتيجة هذه التفاهمات وهذه الاشتراطات ما بين الجانبين العراقي والتركي يعني هو مبني على رؤى وتصورات للمرحلة المستقبلية، بأنه عوامل الاستقرار في العراق هي ذاتها تكون محققة لعوامل الاستقرار في تركيا، والعكس صحيح باعتبار أنه الاستقرار التركي هو أيضا ربما مساعات للاستقرار العراقي. بالنتيجة اليوم أردوغان حقيقة له وضحت التفاصيل. أشكرك عليها، كنت معنا في بغداد الدكتور عمار البهدلي أستاذ العلوم السياسية.